সেকশন আব্দুল্লাহ জিয়া শুরু করবে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بآيات فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب